نحن هون مرابطين بريف اللاذقية الشمالي، والنظام من بداية عام 2019 عم يقوم بالتقدم على محور جبينة وعدة محاور بريف اللاذقية الشمالي بشن مئات الغارات ومئات الهجمات على هاي المحاور من طيران المروحي البراميل وطيران الميج صواريخ الفراغية. والنظام عم يقوم بمساندته بهاي الهجمات ميليشيات إيرانية وميليشيات صينية وميليشيات لبنانية، والحمد لله رب العالمين الفصائل هون عم تقوم بالتصدي لهي القوات وتكبيدها خسائر فادحة بالأرواح والأعتاد. بشكل يومي عم يروح للنظام خسائر بالأرواح، يعني عشرات القتلى وجرحى كتير. يعني تعتبر جبينة منطقة مهمة للنظام لأنه بيقوم من خلال هاي المنطقة بالسيطرة على سهل الغاب وجسر الشغور وريف اللاذقية الشمالي. ونحن بإذن الله راح نحافظ على هاي المنطقة حتى نتمكن بالأيام القادمة التقدم على مناطق قوات النظام وتأمين الخط الخلفي حتى يتمكن الأهالي اللي نسحوا من القرى القريبة من هذه المنطقة الرجوع على قراهم. ونحن عم نقوم بشكل يومي بتحصين مواقعنا من قصف قوات النظام المتكرر بشكل يومي على هاي المناطق، وصامدين بإذن الله. إذا نحن بريف اللاذقية الشمالي المرابطون يوميا النظام بيحاول القصف والاقتحامات كشكل يومي، ونحن هون صامدون لحتى نحرر كل شبر بسوريا ومناطقنا بإذن الله.